كما ذكرتي اتحاد طنجة كبقية الأندية الوطنية، فهو كذلك منح فترة راحة بالنسبة للاعبين ديالو بعدما كان خاض المباراة للجولة 21 بالبطولة الاحترافية. كما تبعنا كانت مع نادي السريع والتزم اللي كانت لعبت بشعار ديال تفادي الهزيمة وكذلك رد الاعتبار بالنسبة للهزيمة ديال مواجهة الذهاب هنا بمدينة طنجة واللي كانت انتهت بواحد 1-0 لصالح فريق السريع والتزم. بذلك في هذه المباراة هذه كانت عندها الأهمية لا بالنسبة لفريق اتحاد طنجة اللي كيحاول يقترب من ضمان البقاء وكذلك اللعب على البوديوم، وكذلك فريق السريع والتزم اللي كيحاول كذلك انه باش يلعب لتفادي النزول. المباراه كما تبعناها كانت انتهت بجوج واحد، كان فيها التقدم ديال فريق اتحاد طنجه في حدود الدقه 19 عن طريق جروتسن، بعد ذلك فريق المحلي كيعادل كفره اتحاد طنجه في الدقائق الاخيره من المباراه كي استطاع انه باش يجيب بينالتي بعدما كان لاعب شنتوف جاب ديك بينالتي واللي ضربها كان هو طريق استاتي، وبذلك كيمنح نقطه 31 بالنسبه لاتحاد طنجه. كما ذكرتي سعد الانتصارات بالنسبه للفريق، 8 ديال الهزائم 4 ديال التعادلات، اي 31 نقطه مرتبه كذلك رابعه. يمكن نقول بان الفريق الان يقترب من ضمان البقاء ديالو في البطوله الاحترافيه كخطوه اولى اللي هي متفقين عليها مع المدرب دريس المرابط. كتبقى دابا الان الخطوه الثانيه هو انه باش يمشي بعيد فيما تبقى من منافسات البطوله الوطنيه. كما قلت لك الفريق بعد هذا الانتصار هذا فهو المدرب ديالو عطى واحد فتره راحه تقريبا واحد 5 ايام، البارح رجعوا باش يستانفوا التدريب ديالهم استعدادا لما تبقى من البرنامج ديال مرحله الاياب، واولها المقابله ديال الرجاء الرياضي اللي غتحدد التاريخ ديالها في مواعيد لاحقه. بالنسبه للتدريب كما قلت لك بدات اليوم البارح، اليوم كانت حصه تدريبيه اخرى في الصباح، حصه تدريبيه اخرى غتكون في العشيه، ودائما التدريب هذه كتجرى بملحق طنجه الكبير. المدرب المرابط كذلك فهو كما تبعنا استنفد مده ديال الايقاف لاسبوع واحد مع اداء الغرامه ديال 4000 درهم بعد الطرد ديالو في المقابله ديال الزمامره، وبذلك فالمدرب دريس المرابط كذلك غادي يكون موجود في المباراه المقبله. بالنسبه للتدريب كالعاده راه كاين بعض الغيابات، كنوجدوا المدير الخلاطي اللي الان عنده البرنامج مع الطاقم الطبي، وكذلك مع المهيئ البدني بالنسبه للبرنامج ديالو باش يرجع بعد الاصابه الخفيفه اللي كانت تصاب بها في المباراه ديال واتزم. كذلك هشام المجهد اللي عنده تقريبا مازال واحد الاسبوع، لان الان دخل مرحله ديال الترويض باش قبل ما يلتحق قبل المجموعه. كاين كذلك لاعبين اخرين اللي دخلوا التدريب على انفراد، من بيناتهم اللاعب اقليدو، كذلك اللاعب انور جيد كذلك اللي رجع، كذلك الصاروخ، كذلك حاتم الوهابي. اذا هذه الفتره ديال الراحه تقدر تكون مناسبه بالنسبه لهاد اللاعبين كذلك باش يسترجعوا من الفريق فيما تبقى من مباريات ديال البطوله الوطنيه. هناك الغياب اللي الان اللي كذلك على التدريب هما جوج العناصر اللي التحقوا بالنخبه الوطنيه للاعبين المحليين، كيتعلق الامر بمحمد علي بامعمر وكذلك محمد الشيبي. بذلك فهم الان في التجمع ديال المنتخب من 3 في الشهر، اي من البارح حتى 11 يونيو الجاري. بالنسبه للقاءات ديال الفئات العمريه يمكن نقولوا بان العلامه الكامله بالنسبه لهذه الفئات هادو، لان استطاعوا لا الصغار ولا كذلك الفتيان ولا الشبان انهم يضمنوا التاهل ديالهم دور ربع النهائي ديال البطوله الوطنيه من شطر الشمال، بحيث انهم احتلوا المرتبة الثانية أمام كل من الماس فئة الصغار، وكذلك بركان فئة ديال الفتيان، وكذلك مدير الجية فئة الشبان. لذلك يونس فالفريق حاضر في الدور الربع النهائي اللي غادي يجمعهم كذلك مباراة أخرى مع أندية اللي كذلك غتكون من شطر الجنوب. بالنسبة للفريق ديال الإناث كما تبعنا الجولة يونس الماضية كان الفريق لعب مع فريق ديال أطلس 05 المباراة اللي كانت في مدينة الدار البيضاء، وكانت مع أطلس 05 في قبل صلاح. المواجهة اللي كانت انتهت بالتعادل 0-0، بذلك فالفريق كيحافظ على المرتبة الرابعة ديالو برصيد 28 نقطة. هذا الأسبوع هذا عنده مواجهة أخرى اللي تكون قوية مع فريق كذلك عين عتيق، المباراة اللي غتجرى نهار الأحد في 4 العشية في الملعب ديال القرية الرياضية. الفريق كتغيب عليه بعد اللاعبات منهم الهدافه ديال الفريق ولاعيبه المنتخب الوطني
اللي هي كذلك ضحى احمامه بسبب الاصابه، وكذلك اللاعبه الدريسيه كريش اللي منذ بدايه الموسم الاصابه ديالها بعدتها على الميادين الرياضيه وما يمكن ترجع حتى الموسم المقبل بعد اجرائها لعمليه جراحيه، اضافه الى بعض الاختيارات ديال المدرب اللي كذلك وعقوبه ديال الايقاف من طرف المدرب بالنسبه لبعض اللاعبات. هذا الشيء بالنسبه للفريق اللي الان يمكن نقولوا هذا الموسم هذا يحاول على الاقل الالتحاق بالمرتبه الثالثه لانهاء الموسم المنصرم، ولكن كما قلت لك لظروف معينه المتعلقه ببعض الاصابات وكذلك بعض اللاعبات كذلك الوافدات مازال ما تاقلموش مع المدرب وكذلك مع الخطه ديالو، لذلك فالمدرب يونس كيحاول انه دائما يلعب تكتيكمون باش يحاول يربح لي بوان ديالو، وهذا الشيء اللي شفناه من خلال رغم الغيابات ديال بعض اللاعبات فالفريق كيحاول دائما يلعب التوازن، والدليل انه الموسم الاسبوع المنصرم كانت عنده كانت مقابله مع فريق اطلس 05 واستطاع انه يجري الماتش ديالو ويخرج باقل الاضرار. اذا هذه هي الاهم المستجدات المتعلقه بالفريق الاول ديال اتحاد طنجه اللي كيستعد لما تبقى من البطوله الوطنيه والمواجهه المرتقبه مع فريق الرجاء الرياضي، وكذلك بالنسبه للفئه ديال الاناث اللي عندها نهايه الاسبوع مقابله برسم كذلك الدوره 19 واللي غتجمعوا كما قلت فريق ديال عين عتيق تماره. اذا العوده الى كيونس. شكرا محمد ابو زوكا، هذه اخبار فريق اتحاد طنجه بالفريق الاول اللي رجع بالامس للحصه التدريبيه ديالو من بعد محمد ادريس مرافض اللي عطى خمس ايام راحه كما اكد لنا صديقنا محمد غزول تدريب وتحضيرات للماتشات الجايه. ايضا من ابرز ما كاين ايضا في هذا المراسله ديال صديقنا غزول والاستدعاء ديال اللاعبين او بعض اللاعبين ديال فريق اتحاد طنجه المنتخب اللاعبين المحليين منهم اللاعب علي بامعمر، وايضا تاهل ديال فتيان وشبان اتحاد طنجه للدور ربع نهائي من البطوله الوطنيه للشبان بعد ما احتلوا الوصافه ديال البطوله الوطنيه شطر الشمال، ايضا كره القدم النسويه اللي غنسمعوا لعز الدين خطاف المدرب ديال الفريق كره القدم النسويه لاتحاد طنجه كيتكلم على المقابله ديال هذا الويكاند. المباراة ديال الان حد ان شاء الله مع الساعة الرابعة، مباراة تكون مباراة قوية بحكم ان فريق عين عتيق فريق معروف على الساحة الوطنية، فريق قوي وعنده لاعيبة جداد هذا العام اللي كيبسموا على مستوى جيد، فريق قوي دائما فريق عين عتيق مع اتحاد طنجة مباريات كتكون قوية، نطلبوا الله شي نتيجة تكون ايجابية وتكون مباراة من المستوى الرافع لان جوج فرق تبارك الله عليهم دائما كيقدموا كرة جميلة. حنا دائما بصدد كنفقدوا لاعيبة الغيابات اللي بليسيغ ولي كارت جون ولكن حنا ما كنتخبعوش بهذه المسائل هذه، هذه مسائل عادية، نطلبوا من الله تكون شي مباراة جميلة اللي تعطي صورة حسنة على كرة القدم الوطنية. بخصوص عز الدين خطاف كرة القدم النسوية لفريق اتحاد طنجة